يا سلام عليكم، مساء الورد والياسمين. يعني يا رب لك الحمد اللي عندنا يوم وطني بهالبلد الجميل الحبيب. بفضل الله ثم فضل حكامنا تأسيسها طبعا، يا رب لك الحمد عايشين بنعمة وبخير وصحة وعافية. الله يديم علينا وعلى كل مسلم ويعين اخواننا المستضعفين في كل مكان، ينصر اخواننا على الحد الجنوبي. يعني بهاليوم هذا مالك الا الدعاء، ونحتفل والحمد لله والشكر يعني بخير وامن وامان وبس. والله يحفظ حكام ان شاء الله ويعينهم على قيادة هالبلد، ينصرهم على اعدائهم.